على قناة صوت العدالة. شنو خالتي، شنو كطالبي، شنو المشكلة عندك؟ السلام عليكم. أنا ولدي مريض، عندي جلالة في عينيا وما عنديش، كنبيع غير هادشي ديال الخبز وداكشي، ما فحاليش لا ولاد لا راجل لا والو. كنطلب من المحسنين إلا كان شي واحد يتعاون معايا باش ندير العملية العينية. كنطلب من المحسنين يتعاونوا معايا. واخا المشكل ديال العين، عندك جلالة قلتينا؟ واه عندي جلالة، عندي جلالة وعندي مرض السرطان، راه محيدة البزولة. عندي السرطان ودابا طلعت لي جلالة العينية. واخا قولي فين كتسكني؟ أنا كنسكن في العشوائي فيت تلت. الرقم ديالك كاين؟ الرقم الدار ما كاينش، الرقم ديال التليفون 06 73 73 16 40. واخا شنو اللي بغيتي المحسنين شنو يعاونوك؟ شنو يعاونوني؟ في الجلالة العينية كنطالب منهم شي جمعية شي حاجة اللي كاين اللي قادر ما يعاونني في الجلالة نحيدة العينية. فايت دوزتي على عينيك شي بادرة؟ لا ما عمرني دوزتي، لا دوزتي لا سميتو، مشيتو قالوا لي عندك جلاله خصك تحيديها. طيب العمليه طالبين لي 140 العين، انا ما فحاليش ما عنديش، ما عنديش. تنبيع شي مره نبيع مره ما نبيعش، حيت انا عندي مرض السرطان، مره تنقد مره لا. تيكو عندي السرطان محيده البزوله. تعيشي غير بوحدك؟ تنعيش غير بوحديتي وسيدي ربي. تيكو غير انا وسيدي ربي. رسالتك الاخيره للمواطن المحسنين وصاحب الجلاله، وكنطلب منهم يعاونوني، الله يكثر خيرهم، اللي عاونني الله يكثر خيره، الله يرحم ليهم الوالدين، اللي قد ما يعاونني الله يرحم ليه الوالدين. تيكو انا كنطلب منهم يعاونوني، راه ما عنديش وما فحاليش. تيكو ما فحاليش، والمعيشه راك تشوف كل شيء، الخبز راه ما غاديش يعيشك ويدير لك جلاله. بالنسبه للدواء راه لا اله الا الله محمد رسول الله. تيكو انا كنطلب من محسن شي واحد ولا اللي قادر يعاونني غير على جلاله عينيا، غنشوف بعيني. الله يرحم لك الوالدين يا ولدي، وشكرا. واخا مرحبا خالتي.